رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي صباح اليوم. وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي: أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر بمنجزات عمال البحرين في المسيرة التنموية وبدور في بناء الوطن وتنميته، مثنيا سموه على جهود العمال وتنظيماتهم النقابية في تحسين بيئة العمل والمحافظة على المكتسبات العمالية التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه. وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعم الحكومة ومساندتها لحرية الصحافة لكي تؤدي رسالتها السامية في تنوير الشعوب ونقل الحقائق للرأي العام باعتبارها مرآة تعكس ما يموج به المجتمع. بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر برفع تقرير لأداء الإسعاف الوطني من حيث سرعة الاستجابة ووصول خدمات الإسعاف في الوقت المناسب للمرضى والمصابين وكفاءة ومستوى الكوادر العاملة في خدمات الإسعاف في ظل الخطط التطويرية والتدريبية بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية الحالية. بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي: أولا، في إطار تنفيذ أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن توسيع دائرة المستفيدين من برامج الحزمة المالية والاقتصادية بالاستفادة من البرامج التمويلية لصندوق العمل تمكين في دعم بعض الفئات المتضررة جراء الوضع الراهن من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، فقد قرر مجلس الوزراء تخصيص محفظتين، الأولى لدعم 950 من سواق سيارات الأجرة وسواق النقل المشترك والباصات والحافلات بمبلغ لا يتجاوز 300 دينار شهريا لمدة 3 أشهر، والمحفظة الثانية لدعم 829 مدرب سياقة بمبلغ لا يتجاوز 300 دينار شهريا ولمدة 3 أشهر على أن لا يكون لديهم سجل تجاري أو معاش تقاعدي، فيما قرر مجلس الوزراء دفع الرواتب كاملة لما مجموعه 422 عاملة في رياض الأطفال و100 عاملتان في دور الحضانة من غير المؤمن عليهم في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال صندوق العمل تمكين لمدة 3 أشهر. ثانيا، وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع مرسوم بتعديل مرسوم إنشاء أكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية، حيث يجيز التعديل تشكيل مجلس أمناء للأكاديمية برئاسة وزير الخارجية ويشكل من 6 أعضاء من منتسبي وزارة الخارجية وغيرهم، يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على عرض وزير الخارجية، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على تعديل قانون تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، بحيث يتم التملك بأي من طرق التصرف المقررة قانونا أو بالوصية أو بالميراث، وذلك بعد الحصول على موافقة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفي المناطق التي تحددها اللجنة العليا للتخطيط العمراني وفق القواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرارات من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وقرر المجلس إحالة مشروع قانون وفق الإجراءات القانونية والدستورية إلى مجلس النواب بتعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، والذي عرضه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. رابعا، تابع مجلس الوزراء الموقر سير العمل في 96 مشروعا تنمويا جاري تنفيذها حاليا بكلفة حوالي 311 مليون دينار، منها 15 مشروع في قطاع الطرق بكلفة 129 مليون دينار، و49 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بكلفة 100 و
18 مليون دينار و32 مشروع في قطاع المباني بكلفة 64 مليون دينار، كما استعرض مجلس الوزراء من خلال المذكرة المرفوعة من سعادة وزير شؤون الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني المناقصات التي طرحت وأرسيت في الربع الأول من العام الجاري في قطاعات الطرق والصرف الصحي والمباني، حيث بلغ مجموع المناقصات التي طرحت 32 مناقصة بكلفة 92 مليون دينار، فيما أرسيت 24 مناقصة بكلفة 16 مليون دينار في القطاعات الثلاثة. خامسا، وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بمملكة البحرين واللجنة القومية للقانون الدولي الإنساني بجمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين اللجنتين في نشر الوعي بالقانون الدولي وتدريب الفئات المستهدفة في المؤسسات التعليمية المدنية والعسكرية. سادسا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن توزيع الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية دون استثناء على كافة المراكز التابعة لها وتفعيل التواصل الإلكتروني لتقديم هذه الخدمات. سابعا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب لإنشاء مركز طوارئ متكامل في كل من محافظات البحرين يكون قادرا على استيعاب جميع الحالات الطارئة. ثامنا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب لتوسعة وتطوير مدرسة جد حفص الثانوية الصناعية للبنين، وكلف المجلس وزارة التربية والتعليم بإدراج ذلك ضمن خطة الوزارة الإنشائية. تاسعا، وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بمنح وحدات سكنية للاعبي منتخب البحرين الوطني الذين أحرزوا بطولة كأس الخليج العربي على من تنطبق عليه شروط ومعايير استحقاق الخدمة الإسكانية.